عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. ومره اخرى غادي نشارك معكم لاسبيراتور اللي غني عن التعريف اللي سبق لكم وشفتوها شحال من مره، وبزاف ديال الناس تقداوها وعجبتهم الحمد لله. فعاود جبت لكم منها كونتيتي وحده اخرى، ولكن العدد راه محدود. فاللي محتاجه اسبيراتور تكمل الفيديو وتكومونديها مباشره. لاسبيراتور كتجي بهاد الاجزاء هادو اللي هما غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. كيجي معها ثلاثه ديال الاكسسوارات، الشطابه ديال الضربيه وهذا الانبوب هذا، وكذلك الاكسسوار ديال القناص كتجي في اللون الاحمر. بالنسبه للخيط ديالها راه طويل، فيه 4 متر وخفيفه محموله سهله في الاستخدام. كيجي مع هاد السيبور هذا اللي كيتلصق في الحيط اللي كيتنظموا فيه الاكسسوارات ديالها. انتم كما كتشوفوا كتحطوا كل واحد في بلاصتو، وهي كتعلقوها في الوسط، كتجي منظمه هكذايا في متناول اليد باش ما تعكزوش عليها، وفي نفس الوقت كتكون يعني في بلاصه ديالها خاصه بها. كما كتشوفوا يعني كتبقى منظمه وشاده البلاصه ديالها. التدبيره اللي شاركت معكم شحال من مره ديال التعطير رائعه جدا جدا. هذه خاصكم ضروري تعتمدوها. هنا خديت بيكربونات الصودا الخاصه بالتنظيف، كتكون هي شويه حرشه مقارنه مع الاخرى اللي خاصه بالطياب. هنا درت واحد الكميه، وهنايا غادي نستعمل الزيوت العطريه. بالنسبه للاخوات اللي سولوني في لي كومونتير، هادو راه موجودين، راه ماشي شي حاجه زعما ما كايناش، راهم كاينين غير عند هذوك الناس اللي كيبيعوا البخور والروايح والمعشابات. المهم راهم موجودين، كتختاروا الريحه اللي بغيتو. كاين المسك، كاين العود اللي كيعجبكم. انا غندير هذه المره العود، حتى الريحه ديالهم كتكون مجهده، ما تكثروش باش ما تجيكمش ديك الريحه قاصحه بزاف. صافي غادي نخلط مزيان مزيان باش هذيك البيكربونات كلها كتلبس، حتى واحد الريحه عاطيه منها، راه ما نقولش لكم شي حاجه واعره بزاف. صافي. وبالنسبه لهذا الخليط هذا راه عنده استعمالات كثيره. راه ممكن مثلا انا غادي ندير، انا خديت واحد الكويس غير صغير وغندير فيه واحد الكميه. ممكن تحطوه في الحمام، تحطوه في البلاكار ديال الحوايج، تحطوه في الصالون هكذايا، كيبقى كيطلق واحد الريحه مده طويله في هذيك البلاصه. انا هذه الكميه هذه غادي نديها للصالون باش نعطر بها الصالون، ونوريك الطريقه ونوريكم الطريقه كيفاش كندير. فكما كتعرفوا دابا مع فصل الشتاء على الابواب كنسدوا الشراجم، وكتولي يعني واحد الريحه شويه ما زويناش في الزربيه. فغادي نجيب الخلطه، وغادي نرشها على الزربيه مزيان مزيان، يعني ندير منها واحد الكميه هكا. صافي غادي نخليها واحد الساعه ولا ساعه ونص هكذا مرشوشه فوق الزربيه، ومن بعد غادي ندوز باش ندوز عليها لاسبيراتور. هاد الخلطه رشيتها كذلك على المضربه اولا الناموسيه. فهاد التدبيره هذه معتمده عندي، تقريبا كنديرها مره في الاسبوع، عرفتوا، كتخلي الريحه ديال الفراش زوينه بزاف بزاف، يعني كتعطروا بواحد الطريقه زوينه، كتحيد منه حتى الحشرات واي حاجه كتكون في الفراش. فغادي نخليها تقريبا كنخليها واحد الساعه حتى لساعتين، عاد باش كنعاود نرجع باش ندوز عليها لاسبيراتور. صراحه هاد الخلطه هذه ما كتخطانيش، ديما كنديرها، بعض المرات كنديرها بالريحه ديال الياسمين او ريحه الفاني، المهم كل مره كنبدل في التعطير. وصافي كنرجع ليها كندوز عليها لاسبيراتور، وغتشوفوا معايا القوه ديال الشفط ديالها. كما كتشوفوا هذيك الغبره او هذاك المسحوق ديال البيكربونات راه رقيق بزاف، راه بحالو بحال الغبره تماما. وغتشوفوا معايا كيفاش كتشفطوا هاد لاسبيراتور. هذه صراحه كتسهل بزاف بزاف، انا راه ما حد يعني عجبتني، داكشي باش كنشكرها لكم. والحمد لله راه وقت ما حطيتها تياخذوها الناس وتيشكروني عليها، تتعجبهم في الخدمه ديالها. فداكشي باش عاودت حطيتها لكم ان شاء الله، جات لكم منها واحد العدد. فما يعني ما تعطلوش، لانها دغيا كتمشي، واستغلوا الفرصه ما حد كاين التخفيض. راه فيها تخفيض في جوج، اللي بغى ياخذ مثلا ليه ولشي حد اخر من العائله ديالو، فراه غادي يستافد من التخفيض اللي زوين. شوفوا معايا النتيجه، شوفوا ما شاء الله، تدويزه وحده وكتحسوا بان ديك
البيكربونات كلها كتشفط، غتشوفوا معايا في الاخير شحال ديال الغبره وشحال ديال الاوساخ وديك الخمله اللي كتكون رقيقه عرفتوها اللي كتكون من الفوق ديال الزربيه كتحيد تماما ما كتبقاش. انا غادي نستمر حتى نحيد هاد الطبقه هذه ديال البيكربونات من الزربيه وغتشوفوا معايا النتيجه في الاخير. الزربيه ها هي كما كتشوفوا دوزت عليها الاسبيراتور تنقات والريحه ما نقولش لكم واحد الريحه كتبقى زوينه هكا الا كانوا جايين عندكم الضياف مثلا ممكن ديروا هاد لاستيس هذه كتبقى ريحه زوينه في الصالون ديالكم وكيبقى معطر مده طويله بحال الا داخلين شي فندق، يعني الريحه كتبقى زوينه وفي نفس الوقت كتعطي واحد اللمعه زوينه للزربيه. كما شفتوا راه ديك البيكربونات كلها تشفطات ما بقاتش نهائيا. فاللي كيخلي هاد لاسبيراتور عمليه هي انها ممكن دوزوها حتى على الفراش، كنحيد ليها غير على دوك الجعبات وكنعاود نركب ليها الشطابه مباشره في الموتور وكندوزها على السدادر. شوفوا ما شاء الله شحال كتعاون، يعني ما تحتاجوش نهائيا انكم تهزوا الفراش ديالكم وتسوسوه فكتدوزوا عليه من الفوق. عرفتوا هاد العجاج هذا اللي كان داز في تقريبا في جميع المناطق راه خلى كلشي مغبر، فدرت هاد التنظيف هذا ورجع كلشي كيشعل، الغبره تهيدات تماما ما بقاتش نهائيا. عرفتوا دوزت بلا ما نخمل اولا نبقى نهز، فكندوز غير لاسبيراتور فوق الخدادي فوق السدادر كترجع الدنيا كتشقشق. وشوفوا لي الزربيه كيفاش رجعات ما شاء الله، رجع ليها اللون ديالها والريحه ما نقولش لكم كيفاش كتبقى. دزت كذلك المضربه حتى هي غادي ندوز عليها. شوفوا ديك البيكربونات كلها تحيدات وكتبقى فيهم ريحه زوينه. كذلك الناس اللي عندهم هاد الزرابي هادو ديال الكانيش اللي فيهم هاد الزغب هذا طويل، فانا يعني مهنيه صراحه من جهتها، وخا هاد البلاصه هادي ديال الماكله فكندوز كتشفط كلشي ما كيبقى والو. كنعاود ندوز كذلك على السدادر، فقط كنحيد الجعبه باش هكذا كتجيني قصيره على اليد ديالي وكندوزها. وشوفوا ما شاء الله داك التفرتيت عرفتوا ديال الخبز وهذا كلشي كيزول، وحتى البلايص الصغار. فكناخذ غير هاد الاكسسوار هذا اللي كيجي معاها كذلك كنركبو مباشره في الموتور ديالها وكندوزو على هاد القناه اللي كيكونوا صعابين وفي نفس الوقت كيهزوا الغبره وكي يعني حتى التفرتيت كيطيح تما دوك البلايص اللي ما كنقدرش نوصل ليهم، كنركب غير هاد الاكسسوار وكنوصل ليهم. ممكن كذلك تستعملوه حتى للسقف، تنظيف ديال السقف كنرد ليها غير الجعاب وكنستعملها للسقف. وهاد الاكسسوار حتى هو مفيد بزاف بزاف، ممكن تستعملوه للبلايص اللي صغار ضيقين ما يمكنش توصلوا ليهم، ممكن تستعملوهم كذلك حتى النوافذ ديال الالومنيوم تستعملوهم راه كيوصل وكيشفط الغبره. انا صراحه ما عنديش دوك النوافذ، ولكن واحد المتابعه ديالي قالت لي بانه راه نفعوها نفعها هاد الاكسسوار هذا مع دوك النوافذ ديال الالومنيوم اللي كتكون فيهم ديك السكه، فقالت لي راه ما بقاتش كدور عندي الغبره نهائيا، كدوز عليهم كيتنقاو. انا هنايا كنوريكم بانه تنظفوا بهم الخشاب، تنظفوا بهم البلايص الطيل، ها هو كما كتشوفوا الرمز ديال واحد السطيل، فقط كتضغطوا عليه بهذا الشكل هذا وكيهبط الاسباب بسهوله كما شفتوا. وشوفوا ما شاء الله تقولوا الدار غير مهجوره. بالنسبه للفلتر ديالها كدوروا بهذا الشكل هذا وكتجبدوه، وهذا الفلتر الاحمر فكي يكون داخل ديال واحد الفلتر اخر. بالنسبه لهاد الفلتر هذا اللي بالاحمر فهذا كله بلاستيك كله كيتغسل، غسلوه بالماء والصابون وخليوه حتى ينشف تماما عاد باش عاودوا ركبوه ليها. بالنسبه لهاد الفلتر هذا فهذا ما كيتغسلش، طريقه التنظيف ديالو سهله، غادي ناخذ غير واحد الفرشاه ديال الاسنان اللي عندي قديمه خليتها غير لهذا الغرض هذا، وكتوليو كتنظفوا بهذه الفرشاه اللي انا اختاريتها في الاحمر. صافي هانتوما كما كتشوفوا كتهبطوا هذه الغبره هذه اللي كتكون هنايا في هاد البليسات هادو. هاد العمليه راه ممكن ديروها غير مره في الاسبوع كافيه، يعني تاخذوا الفلتر وديروا ليه هاد الطريقه هذه ديال التنظيف، كتحاولوا انكم هاد البليسات هادو كاملين ما تبقاش فيهم الغبره، دوزوا عليهم بحال هكا وبالنسبه لاسبيراتور من الداخل فكتنظفوها غير هكا بشي منديل كتحيدوا منها هذيك الغبره. بالنسبه لهذا راني غسلته وضروري خصو يتنشف مزيان مزيان. صافي كتنشفو مزيان وكتعاودو ترجعوه للمكان ديالو.
وبالنسبه للشده ديالها فمريحه جدا جدا وعمليه. انا راه هادشي اللي قلت لكم كله راه من القلب ومن التجربه الخالصه ديالي. يعني الحاجه ملي كنجربها وكتعجبني راه فكنبقى نهضر عليها باستمرار، والحمد لله ما حشمتنيش نهائيا مع الناس اللي خداوها من عندي، اللي ديجا عندي في الواتساب فراه كيدخلوا لي ستاتيو ديال الواتساب ديالي فكنحط فيه الجديد، واي حاجه كندخلها راه كنحطها اول حاجه في الواتساب ديالي وكيدوزوا الناس لي كوموند ديالهم تما، من بعد عاد باش كنحطها لكم في اليوتيوب. فالناس اللي بغاو هكذا يعودوا يشوفوا لي ستاتيو ديالي ديال الواتساب المنتوجات اللي كندخل جديده، دخلوا لهذا الرابط هذا اللي غتلقاوه في اول تعليق وتواصلوا معايا تما، فغتكونوا دائما على القرص. وغادي